جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. شيخ صالح، كثيرا ما يكثر النزاع بين الورثه بعد وفاه المتوفى، هل من كلمه شيخ صالح؟ النزاع بين الناس موجود، ولا بد ان يكون هناك نزاع في امور الاموال والاستحقاقات والمواريث، ولكن الحمد لله هنا الشرع المطهر يحل جميع المنازعات. قال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. المرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية، وهي تحل المنازعات على ضوء من شريعة الله سبحانه وتعالى.